القمر بنته، اي كلام اي كانسر. ما هو هي تيت كروما انفلاميشن اسباب تتعلق بالتروما. يعني هسالك سؤال، وانا لو عملت منظار لحد وبعدين تعبت تدخل منظار وتعمل مانيبيليشن مش هوجعه زوره؟ طب ما كل الناس اللي بتعمل عمليات تولاد في البوست اوبرتيف بيقول لك مش عارف ابلع من الانبوبه من الكاركاتيوم، ما دي تروما. فاهمين يا راجل؟ انفلاميشن، فارنجايتس، تونسيلايتس، كولسايتس، اي مستعجلات. تيومر، كارسينوماس كلها. هو البوست كريكويت كارسينوما يا ولاد مش هتعمل ديسفيجيا؟ ما هتعمل ديسفيجيا. وخلي بالك عشان انت خلصت الانف واذن. الديسفيجيا في البوست كريكويت كارسينوما هي البريزنتنج سيمبتوم صح؟ بس هي ايه؟ يعني عشان ورم يسد الفارنكس ده يفضل. فاهم الفكره دي؟ يعني ممكن يكون هو البريزنتنج سيمبتوم. بس هي ايه؟ واضحه؟ مثلا لو جيت اقول لك اوتوكوداس عايز اسباب، اسباب بقى اوتوكوداس كتير يعني عايز اهتم بيه لانه ايه؟ جراحه. برافو عليك. بعد اقول لك اسباب في اليومن، اسباب في الول، اسباب من بره. قول لي اسباب في الاوتوكوداس في اليومن. ورم ورم عايز صغير بلح حاجه. قول لي اسباب في الول. ايه؟ ستريكشر. ايه اسباب اي ستريكشر بالضبط؟ جدع كونجنتال واكوارد والاكوارد. يعني اسباب في الول ستريكشر. اسباب ستريكشر كونجنتال واكوارد. ايه كونجنتال ستريكشر؟ اتريز ايش معنى؟ ما نعرفش ده هي. يعني كنت قلت لك ايه كونجنتال في التست؟ اتريز ايه كونجينيتا في الوسط؟ اتريزيا. ايه كونجينيتا في اليورتا؟ اتريزيا. ما انت قاعد تعرف اللي هي ما تقولها وتخطر. فاهمين يا جدعان؟ اكوارد تيت تروما انفلاميشن تيومر. عايز تقول كلام اكتر؟ قول لي ايه انواع التروما؟ اومن وبلوزو ياتروجينيك. يعني ايه اومن؟ يعني ستابون جاكشوت. يعني ايه كلوزو؟ كار اكسيدنت كيك. عارفين دي بتاعت الحصان. ممكن ياتروجينيك زي انذار. طب خلي بالك ان دلوقتي المنظار اكثر حاجه يعني مشكله البرفريشن في الاصابه ده لحد كبير دلوقتي ان انتوا بتتعلموا. فوانت بتدخل منظار هوب بيلاقي النور طالع من جنبه. فاهمين هذا؟ لا. انفلاميشن. قولوا لي انفلاميشن في الوسط. اكيوت وكرونيك. يعني قولوا لي التهابات يا ولاد خلينا نخلص. يا ريفلكس. موافق. ايه تاني؟ الكاليزيا هاي. ليه بتبتدي الكاليزيا؟ اللي لسه قلناها قبل البريك. ربنا يكرمك. نايس اي كيو. تقديرك ايه؟ جيد. اخر سنه قبلها سنتين زي كريستال اول سنتين. خد بقى درجات جيد؟ ليه؟ لا انا عارف. طالما ليك بريسك ريسبونس وبتفهم اللي بيتقال لما تجيب جيد. لا انت في حاجه مش مظبوطه لازم تريفايز يور سيلف. لما حد يبقى عنده موهبه انه يسمع يفهم وما بيجيبش، لا في مشكله لازم تدار عليها يعني. ما تقعدش زي الحلوف كده. يعني لسه انا قايل ان الاتاليزيا اوف ذا كارديا بتتخرب بالاسكروسا. فاهمين يا اما التهابات يا لهوي يجيب كسرونه ياخد فيها اسباب. طب ممكن تيومر؟ اه طبعا. قولي لي تيومرز تخرم ايه؟ سوسيوجال كارسينوم. فممكن تخرموا على ايه؟ تركية وتعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليكم يعني. فاهمين حاجات من بره تعمل ديسفيج. مثلا سيرويد سويل. ادي اللينك. ننزل في الشيست اورتيكال يوريزم. ورم في اللنج.
ممكن كارديو ميجالي، ممكن الليفت اتريوم دايليتد، يعني مثلا مايترا ستينوزيس. فاهمين؟ في البط يبقى توما. والليفت لوب قدام الاسفنج. فاهمين؟ اي كلام اي كلام، فين في قدام؟ هو يعني انت بس بتاخد سيستم وتنطلق في اسبابه. فاهمين؟ طب اسباب الديسفيجيا لازم تتقري، يعني بعد ما تخلص الباب لازم تقراه. بس هي مكانها هنا مش صح، يعني هي مكانها الطبيعي المفروض يبقى فين؟ في الاخر الباب فاضي. فاهمين؟ انك تقرا اسباب الديسفيجيا. طب هي ممكن تيجي جراحه، ممكن تيجي بطنه. خلي بالك دي مشكله الجاي تي، ان الجاي تي دي كلها جراحه وبطنه، وان هم بتوع البطنه مش هشرحوا جاي تي. قال لك الجاي تي تذكر من الجراحه ويقوم ذاكر لك هيباتيتس وليفر فيلير ويخلع، خلاص كده خلص الجاي تي. تمام؟ فمات. بس انت تخش الامتحان تلاقي سؤال في الامتحان بتاع البطنه ديسفيشن. تمام؟ بعد كده هتلاقوا بص كروسي فاليت اسوسيجيال بيرفوريشن، ده موضوع قوي الحقيقه. هو ايه اللي يخرج صوفي؟ جدع يعني اللي يخرج صوفي ده ستيت، لعلمكم ممكن يكون جينيتال واكوارد والاكوارد ده. عارفين الاسوفيجيال اتريزيا؟ نوع المرض ده بيبقى معاه فيستلا مع التراكيه، عارفين ليه ولا لا؟ عشان التراكيه والاسوف جسدوت اصلا انواع واحده، بعدين بيتقسم. عشان كده النيورو اندوكراين تيومر او الانتيروكريمافين سيل او الكارسينوم تيومر، الكارسينوم تيومر بتحصل في البرونكس، لان اصلا البرونكس والاسوفيجاس كان عباره واحده وبعدين اتقسم. عشان كده ما بنستغربش لما نلاقي كولشيتسكي سيل موجوده في البرونكس وانها ممكن تعمل كارسينوم تيومر. فاهمين؟ وبرضه ما بتستغربش لما اقول لك ان التراكيه والاسوفيجيال فيستلا موجوده في الاسوفيجيال اتريزيا. مش في مشكله حصلت في الاسوفيجا؟ سهل قوي معاه فيستلا. واضحه؟ لكن يعني بيرفوريشن اكواير الريت تيت اللي هو ايه؟ روما انفلاميشن في اوريا اللي هو اكتر حاجه ايه؟ ياتروجين صح؟ قولوا لي انواع انفلاميشن. اكاليزيا وده كرونز صح؟ بوست كروسيف. يمكن من اكتر الحاجات اللي تخرم البوست كروسي، يعني عن البوست كروسي ده ما بيشرب بوتاس انا بحطه 24 ساعه تحت الملاحظه، ده عشان لو مخروم ده من اكتر الحاجات اللي ممكن تخرج صوفي جاس بوست كروسي. ما هو ده التعبان، ده كيميكال ايرج. تعرفين من الحاجات اللي ممكن تخرج من صوفي جاس كرونز، بيعمل فيستلا مع حاجه كرونز بطبعه كده بيخرج. ممكن تيومر صح؟ يعني سكوما سيل كارسينوما احنا خدنا بصراحة أي حد يكتب أسباب بالفراشة يمسك ورقة قلم، بس في سبب مش هتعرف تعمله. عشان كده هو ده الحاجة الوحيدة اللي أحب إن أنت تطلعها في الهامش. يعني صعب يا ولاد ان انت تقعد تحفظ ان اسباب البرفوريشن كونجنتال واكوارد واكوارتيت، لان هو ده الباثولوجي كله كده. انا لو سالتك ايه اسباب الاستركتشر هتقول لي كونجنتال واكوارد واكوارتيت، ما هو الباثولوجي كله كده. لكن هنا في حاجه بقى مش هتعرف تالفها. كان في لورد دنماركي اسمه بوريهيم، الراجل ده كان خمر. فمره جاله ريتشنج جامد قوي. سؤال اولاني ايه ريتشنج ده؟ اللي هو وراح اتخرج. فشخص واحد كان موجود عنده من صغار الاطباء، يعني
شخصه وعالجه، فكتب المرض باسم اللون مش باسم الدكتور. فاهماني؟ الدنيا برضه لوكال. فاللورد ده كان اسمه برهيج، بيقولوا عليها سبونتينيوس بريفريشن سوفت. يمكن تفهموها كويس لو بتتفرج على التلفزيون. تعرفي لما حد يشرب خمره، يشرب خمره دايما بعد ما ياكل على معده مليانه، ولو هيشرب خمره وهو معدته فاضيه يمس، يعني تبع بقى فلوسه، يعني ممكن يمس بترمس، ممكن يمس بسوداني، ممكن يمس بكاجو، الديبنز على فلوسه يعني. مش هقول لك الخمره محتاجه حاجتين، مزه ومزه. اسم الله عليك تمام. جدع جدع، هو دي البرزنتيشن بتاعك. فاهمين هذا ولا لا؟ ف طب افرض هو شرب خمره على الريق كده، بتعمل له جاستريك اريتيشن، فهتعمل له ايه؟ ريتشي. فيقعد يريتشي يريتشي يريتشي، فاهمين ولا لا؟ لغايه ساعات يتشرخ بس، يتشرخ بس ويخر الدم. حاجه اسمها مالري فايز، يمكن دي اشهر من برهيف. يعني مالري فايز دي اشهر من برهيف سندروم، بس ده مش اتخرم، ده اتشرخ. فهيجي له هيماتيمس، ساعات يتخرم. فيقولوا عليها مالري فايز. بتاخد الاسوفجس والاسر كيرفي كده، المالري فايز والبرهيف ده. لو اتشرخ يبقى ايه؟ مالري فايز. لو اتخرم يبقى ايه؟ برهيف. بس هو نفس الفكره. راجل خبرني. السؤال الجاي، طب لو الاسوفجس اتخرم ايه اللي هيحصل؟ على فكره لو انت ما عرفتش البرهيف دي ما تجيش بالاسفنجة. يعني البيزكس، البيزكس تطلع لك كل حاجه الا برهيف، لان هو مشكله البرهيف ان هو سبونتينيوس بيرفوريشن. فاهمين؟ فهو لو طالب مخ نظيفه وبيقرا الموضوع كده ويقوم مطلع برهيف على الجنب ويقول لك الباقي يؤلف في اللبن. ما خلي بالكوا ده موضوع عمره ما جه لغايه دلوقتي. بس لو جه هيفتح. ولو فتحت الاذكى هيتحرك. يعني الاذكى هو اللي ايه؟ ما هو في ناس كتير هتسيب حاجات كتير. فاهمين اه؟ ما هو مش كله هيحفظ الكتاب كله، لكن عمليه. فبيفرق بقى الطالب عن الطالب ايه؟ قدرته على التومانيجرين، ان هو يتحمل الصدمه بسرعه ويقوم يقول لك خرم ستركتشر فيستلا، خرم ستركتشر فيستلا تك. فاهمني؟ عشان كده ممكن تكتب على برهيف حتى تغش في اللاب. بس الباقي كله حلو. السؤال الجاي، طب فضوا الاسوفجس اتخرم. وصلت اي خرم في الجي اي تي بيخر ثلاث حاجات. هاو التهابات وسبعه. معلش الو. يعني مثلا الليفر ده بارنكيموس اورجان، سبرين بارنكيموس اورجان، فلو اتعور يعمل شوك، يعمل همر. لكن الحاجات الفيسكس دي اسوفجس بقى، استوما، انتستن، لما تتخرم ما بتخرجش دم كتير. يعني تخرج دم بس مش لدرجه انها تعمل ايه؟ بيبقى المشكله مني انها خرج كاكاو وهواء. ليه بتخرج كاكاو وهواء؟ ما هو ده اللي جواها. يعني مشكله اليوريا سيستم لو اتخرمت تخر ايه؟ يوري، لكن ما تخرش هواء. لكن مشكله الجي اي تي انها لو اتخرمت بتخر هواء وكاكا، ولو شربته صبغه تخر الصبغه. عشان كده بتوع النساء يمكن كانوا يقولوا لك لما تيجي تعالج فازايكو فاجينال فيستلا تفصلهم عن بعض.
وبعدين تخيط بيها بدل ولازم الخياطه تبقى ووتر تايم. ويقول لك احنا جواها ميسيلين بلو سودا. شوفها الميسيلين هتخر ولا لا. اصل هو ما حدش ابدا قال لك في اليورينري سيستم لازم تبقى ووتر تايت جاز تايت. ما فيش جاز اصلا. لكن انا في الشي اي تي لما نيجي نعمل ريسكشن انستموزيس يقول لك لازم الغرز تبقى ووتر تايت جاز تايت. لان الشي اي تي ممكن تخر في الويل لا تقع يعني. وجاز. فاهمين؟ طب هو الفلويد والجاز دي هتعمل ايه؟ يعني انت متخيلين مثلا جي اي تي بتخر فلويد، الفلويد ده هيعمل ايه؟ بريتونايتس. هتعمل تبات، مش شرط بريتونايتس. يعني في الاسوفيجاس مثلا لو خرج في الشيست تعمل ايه؟ الاسفاينايتس. لو خرج في البريتون تعمل ايه؟ بريتونايتس. ديبند ازاي هتخرم فين؟ بس هتعمل تبات ديبند. اه معلش انا مش قله ثقه. هو مين اخطر بريتونايتس ولا ميدياسفاينايتس؟ ليه؟ القلب؟ فاهمينها؟ طيب هو لو خر هواء، لو خر هواء هيعمل في البريتون ايه؟ اير اندر ذا فريم. طب لو خرم في الانتستاين؟ هيعمل كومبريشن على اللنج. ممكن تعمل نيمو سوركس. صح. ممكن تعمل حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما. عارفين خروج الهواء تحت الجلد؟ لا سيرجيكال انفيزيما ممكن يقوم صورة. طب هو ليه الهواء في البطن طلع تحت الدفران؟ عشان لو في ارقاء وفلويد وهواء فالهواء هيبقى فوق الميه. اه خفيف. هيطلع فوق الدفران، يطلع فيه الدفران فوق. صح؟ عشان كده لو اتخرم اورجان اي فيسكس في قواعد خرم في الجاي دي هواء والتبات وصبغه. قصه الصبغه ايه بقى؟ ان انا لما بشك ان في حاجه مخرومه في الجاي دي بدور على الالتهابات والهواء. يعني مثلا ممكن اعمل شيست اكس راي، ممكن اعمل الترا ساوند وبليد اكس راي ابدومين ايرك اشوف اير اندر. يعني دايما طول الوقت انا بدور على فلويد وهواء مش لاقي بس لسه شاكك شرابه سخن. لو الاسوفجاس مخروم هيخر، لو الديدن مخروم هيخر، لو التست مخروم هتخر. فاهمين؟ احنا قواعد البرفوريشن عندنا في جي اي تي هواء التهابات سخن. دي قاعده جراحيه زي قاعده الحمام. يعني اي قاعده جراحيه عند وجود خرم في جي اي تي يخر هواء والتهابات وصبغه والله ولي التوفيق. قول ورايا هواء التهابات صبغه هواء التهابات صبغه. بس يعني عايز تلخص تت وهواء والتهابات وصبغه تت وهواء والتهابات وصبغه وحاجه للشكل. مين اللي عنده وشه؟ قول ايه؟ لكن هي تيت وهواء والتهابات وصبغه. قال لي موضوع عمره ما جه، انت حافظ عنه ايه؟ تيت وهواء والتهابات وصبغه وحاجه للشمس. بس خلاص. فاهمني؟ السؤال الجاي، طب افرض اتخرم وعمل جنرال بريتونايت، هتعمل ايه؟ افتح اغسل ادرنا عالي. الباقي كلمه ايه؟ عالي. هنقوم قافلينها. عايزها تلحم بسرعه احط عليها اومنت عشان يهيد له فايبروز. تعرف الحركه دي؟ يعني حتى لما الليفر اتقطع حطيت اومنت مخاط. حتى في لما جيت اعالج هايداتد سيست لما لقيت حفره في الليفر حطيت اومنت مخاط. دايما حط الاومنت يعمل فايبروز. تمام؟ طب افرض ان هو اتخرم في الشيست. افتح واغسل ودرنا. السؤال الجاي يعني ايه ادرنا في الشيست؟ جدع. يعني الدرنا بتاعت البطن مش محتاجه ووتر سيل. هو الدرنا ده انا معلم قناه مزراب، فانا ممكن اطلع مزراب من البطن لكن ما اعرفش ادخل اطلع مزراب من الشيست. تبقى بتهزر مع دخل هواء.
فلازم مزراب الشيست تتحط اندر ووتر ايه؟ عارفين انتركوستال تيب اندر ووتر سيب؟ ودي الدرين بتاع الشيست دي حتى بتطلع نيمو سوركس ونيمو سوركس، ادي الدرين، ادي الدرنابس. بس انا درنقت البطن مش بالضروره ان انا احطها اندر ووتر سيب، لكن درنقت الشيست لازم تتحط اندر ووتر سيب. لعلمكم كله افتح اغسل ادرنع عالي، جاي ليله كده افتح بريتونايتس، افتح اغسل ادرنع عالي، يعني هنعمل ايه؟ صراحه علاج الاسفجيال بيرفوريشن الجولد ستاندرد فيه او احلى حاجه فيه انك تشخصه بدري. يعني بتاع المناظير ده ولاد لو خرم اسوفجس لازم يعترف بان هو خرم بسرعه. يعني بصوا ما فيش جراحه من غير مضاعفات. المضاعفات مكتوبه في الكتب لانها بتحصل. ولما بيكتبوا نسب حدوثها بيكتبوا نسب حدوثها في البيست هاندز. مين؟ يعني المضاعفات بتحصل وهو الجراح مش مطلوب منه ما يعملش مضاعفات. الجراح مطلوب منه انه لما يعمل مضاعفات يتعامل معاها. فاهمين؟ فهو لما يعمل منظار لحد يلاقي عنده سيرجيكال انفيزيما ولقى نفسه مكروش مش قادر ياخد نفسه، يعني نيمو سوركس ميدياستاينايتس سيرجيكال انفيزيما، ما انت لازم تتدخل بسرعه. فاهمين؟ ما يستناش بقول لا والتبر وبتاع، ما فيش كده. اصل انت لو دخلت بسرعه تقدر تفتح تغسل تدرنق تعالى. لو اتاخرت الاسوفيجاس هيبقى مهلبيه. مش هتتخرج. فهترسي ان انا احط درينز وادي انتي بايوتيك، ولو العيان عاش هشيل الاسوفيجاس واعمل سومات بلوك. فاهمين؟ وهو اهم كلمه في علاج البرفوريتد اسوفيجاس الايرلي دايجنوستكس. قول لي يا اولاد اهم كلمه في علاج البرفوريتد اسوفيجاس. قول لي يا اولاد اهم حاجه في علاج البرفوريتد. قول لي يا اولاد اهم حاجه في علاج البرفوريتد اسوفيجاس. قول يلا اهم حاجه في علاج البرفوريتد اسوفيجاس. اهم حاجه في علاج البرفوريتد اسوفيجاس. حد زهق؟ MSQ هاي اخر ما جاوبتهاش اكتب جنبها وقد عادها الدكتور حتى زهقت حتى زهقت فماذا يفعل؟ ماذا؟ الموضوع اللي بعد كده اعتقد ان هو البص كروس صح؟ الموضوع ده يعني قل قوي دلوقتي ولا يعني وانا نايم كان ناس كتير قوي عيال كتير قوي بتيجي شرب ابطال دلوقتي ما بنشوفهاش كتير قليل قوي اشمعنى؟ طبعا الكوميونتي اتغيرت يعني وانا صغير كان الناس بتغسل صابون وزهره وبطاط هو ده كان عشان تفهموا برضو كان بيعملوا صابون اسمه صابون غسيل او صلايت لما كانوا يحبوا يغسلوا يبشروا حته من الصابون يعني جوه الصابون يقطعوه اثنين نصه يبشروه ونصه يسيبوه صحيح النص اللي بيتبشر ده عشان يدوب بسرعه عارفين لما تحط الرابسو او الاريال عشان يدوب بسرعه والنص العادي ده عشان هو اللي ايه اللي يتحطوا بيه ويدعموا فاهمني وكانوا بيحطوا الزهره عشان لو في بقعه صفراء اصفر زائد ازرق يجيب ابيض يعني لو في بقعه صفراء كده يقوم الزهره تبيضها وكانوا بيحطوا بطاس لان البطاس مطهر وبينضف اسرع بيخلي تاثير الصابون اسرع فكانوا بيستخدموا البطاس ده كتير قوي كانت الست بتجيب البطاس ده تستخدم مثلا نصه وبعدين النص التاني تحطه تحت الحوض مثلا الحمام كده تحت الحوض فالوقت بخيمر وهو بيسمع وعمال يحكي يقول لك ببن فيقعد يرفع وماسك البطاس وايه فكان مشهور قوي ان اولادنا يستعطوا الطاس كانت مشهوره قوي فاهمين يا ولد؟ وانت في وسط عيال كتير انت ما تقدرش تسيطر على فكره ان العيل دخل تحت الحوض وهو بيحكي فاهمين؟ فرقش كانت حاجات كتير قوي
فاهمين؟ يمكن قلت قوي لما بدينا نبرسل ونقريل. لما بدينا نبرسل ونقريل بقى بدأت حالات البص كروس دي تقل قوي. طب وليه بره ما كانوش بيشربوا الطاسة؟ عشان هما كانوا بيبرسلوا وبيقريلوا قبلنا بكتير قوي. فكانت الظاهرة دي مش موجودة بره. بس كان ولادهم بقى بيشربوا ايه؟ أحماض بقى. ليه؟ ما كانش عندهم سباك. هما ما بيحبوا يسلكوا الحوض يجيبوا عينة أحماض يرموها في الحوض ويفتحوا الحنفية. فتفور كده جامد وتاكل الوساخة وتفتح. وكان ياخدوا بقيه العبوه يحطها تحت الحوض، فالواد جون وهو بيحبي يلاقي بقيه العبوه تحت الحوض، يقول لك اوه ملك ويقوم ايه؟ ويقوم شارب، فاهمين؟ فكان مشهور قوي ان اولادهم يستعطوا ايه؟ احماض، واولادنا يستعطوا ايه؟ خلويات. مربوطات ده خلوي. مربوطات ده خلوي. فكان تبع الواد جون ولا مخيمر؟ جون يشرب ايه؟ احماض. ومخيمر يشرب ايه؟ مين اخطر؟ الالكل، لانها بتعمل بيرفوريشن، بتعمل ليكويفاكتد نيكروزس وبيرفوريشن، لكن الاحماض بتعمل كوابيولر نيكروزس. الحته دي كانوا بيركزوا عليها قوي في الفورنسي، بيركزوا عليها ان البطاس اخطر، البطاس اخطر. ومن كتر ما ركزوا عليها قوي يا اولاد انتوا بتجاوبوها. فاهماني؟ يعني من ضمن خلي بالك هي ما بتجيش عشان خاطر هي قلت. فاهماني؟ غلط يعني الظاهره نفسها قلت. فالمفروض استاتيستيكالي تاخد كده. يعني بالعقل انا اجيب للطلبه برفوريتد اوسوفيجاس وفي ياتروجينيك، في ياتروجينيك برفوريشن وبريهيف. يعني اجيب لهم برفوريتد اوسوفيجاس ولا اجيب لهم بوست كروز؟ اكيد برفرت الاسوفجس، ده المنطقي. لغايه دلوقتي الاولاد بيجيبوا بوست كروسي، ما بيجيبوش حاجه غريبه جدا يعني، ولا انتوا مش معايا؟ بس انا وجهه نظري لو في رئيس اس تنين، لا انا هفاجئ الطلب. السؤال برفرت الاسوفجس، واللي يولع يولع، واتس كومن از كومن. فاهمين؟ السؤال الجاي، طيب هو العيان اللي هيشرب بطاس ده، الوضع دلوقتي مش زي زمان، الوضع دلوقتي غالبا بتبقى حقه بنت في العشوائيات. قالت لهم عايز اتجوز علي، قالوا لها مش هنجوزك علي، علي بلطجي. قالت لهم هو ده زمن البلطجيه، لازم اتجوز علي، ما علي ده علاقاته كبيره، يعني كده فاهمين يا رب؟ فهو يعرف فلان ويعرف فلان، بلطجي يعني. ما رضوش يجوزوه علي، حطوا واخده بطاس، شاربه بطاس. فهو قاعد بقى كده في الاوضه كده، واخده البطاس، خبطوا عليه، اتكلمت على ايش معنى؟ هي عيلتك هتبقى في العشوائيات. يلا قول لي يا حسام. يو بي سي. طب انت هتعرف منين الاير واي بتاعها يا وحش؟ المفروض ان انا هتشيك وليسن وفيل. قالت لي كلمها. ولا عليا عليا. هتقولي علي. طب ما هتعرف منين الاير واي بتاعها كده؟ ممكن لو هي شخرة. مفيش حد راجع يقول له روماتايز بيشر كده مخبوط وعنده رابشر ليفر رابشر وفراكشر بتاع ايه؟ ايه يعني؟ يعني هو حلوف؟ وانت لو انت فكرت كده انت اللي حلوك. طب يا شاربه بطاس، البطاس ده بيوجع جامد. شاربه بطاس ونايمه ومتشخر كمان. يعني لو لقيت حد فيهم كده بيشخر يا اولاد، لا الايروين مش مظبوطه. انت هتعمل ايه في اللحظه دي؟ هحاول ان انا مدين فيتا الايروين، لو هي مش مظبوطه هعمل لها هتفتح بقها هعمل لها شد لسانها صح؟ وتعمل جوز راس. اشيل اليفيشن مفيش، هتعمل كريكوسايرودوتوم، ما هي لازم تاخد نفسها ولا هتموت، ده اول حاجه. في يا لهوي البوتاس بالنسبه للبوتاس اللي نزل هي هتموت دلوقتي حالا من الهواء. يعني البرايورتي للايروي والبريد مش للبوتاس.
فاهمين؟ السؤال الجاي، طيب امنت الاير واي والبريذنج، يعني ممكن تكون شفت شويه فتره نيروجينك من البيت، لازم نديها ايه؟ انا الجسم وريليف في البيت لايف سيفنج. مش انت عملت الايه والبي والسي؟ طيب بالنسبه للبطاس اللي شربته ده، خلي بالك من حاجه برضه، كتير قوي من البنات اللي بتشرب بطاس دول هستريول، ما تاذيش نفسها، هي عايزه تكسب عطف اللي حواليها، ما بتبقاش شربت البطاس ولا حاجه، هي خدت البطاس ورمته جنبها كده وقعدت فانا عايزه لو لقيتها عماله تتقوي جامد تقولي علي مش قادره افهم منها، لا افتح بقها، لو لقيت بقها مش محروق يبقى ما شربتش البطاس، خد البطاس شربها لها اشرب. مين عارف؟ فانت ايه، خليك حذر في الحته دي، يعني دايما افتح بق العين كده عشان تعرف اشرب البطاس ولا لا. طب هو بقه محروق فعلا وشرب البطاس وانت امنت الاير واي والبريزنج والسيركيليشن، خلي بالك بقى مالكش دعوه بالبطاس اللي نزل، لان البطاس اللي نزل الكن وهو اتفاعل مع الاتش سي ال واللي حصل فاهمين؟ وده عكس المبدا المتعارف عليه في التوكسيكولوجي، يعني المبدا المتعارف عليه في التوكسيكولوجي لما حد بيشرب حاجه سم بنقول له يرجع، دي اول حاجه، ده ما ينفعش يرجع لان مش معقول يبقى معورش الاسوفجس وهو نازل تقول له لا عايزين نعمل ريفيجن برضه، ده مش منطقي يعني. ساعات يقعد يقول لك شربوا لبن وناس تقول لك شربوا ميه، الحقيقه ولا حاجه من الحاجات دي اثبتت فعاليه، لا شرب اللبن اثبت فعاليه ولا شرب الميه اثبت فعاليه، بالحصل اهم حاجه تامن الاير واي والبريدنج والسيركيليشن فاهمني، وبعد ما تامن الاير واي والبريدنج والسيركيليشن هتاخد العيانه تحطه تحت الملاحظه 24 ساعه مش معنى شاطره لا يكون مخروم، تفضل ان هو مخروم هتعرف منين إيه؟ او التهاباته ايه، وسبق فضة عدى عليها 24 ساعة وهو ما اتخرمش. أنا مش عارف بقى هو البطاس عمل إيه جوه، يعني ممكن يكون ما عملش حاجة، وممكن يكون عامل جروح كده سطحية خفيفة، ممكن يكون عامل جروح جامدة هتهيل بإيه؟ فتعمل استريتشر، فساعتها لو عدى 24 ساعة وأنا متأكد إن مفيش برفريشن بعمل منظار. اوعى تعمل منظار في اول 24 ساعه هيكون في برفريشن، فمع المنفخ بتاع المنظار توسع الخرم، يا ريت بقى اخش بالمنظار بالخرم كده وتشوف الانتستاين اكبر ايه. محدش هيقول لك بيعمل منظار اول 24 ساعه، اتس اوفر، يعني ايه ده كلام يعني؟ محدش بيعمل منظار في اول 24 ساعه، لكن بعد 24 ساعه ما تتاكد ان مفيش برفريشن ممكن تعمل منظار، وحتى خليك حذر، يعني وانت داخل بالمنظار كده لقيت ليجن جامد خلاص اطلع، يعني يقول لك منظار شورت فروم ذا ليجن، يعني لقيت ليجن جامد اطلع على طول خلاص انا هاخد كورتيزون، لكن افرض انت ماشي بالمنظار مفيش حاجه، ماشي بالمنظار مفيش حاجه، ماشي بالمنظار مفيش حاجه، الحمد لله قشطه مش هديله كورتيزون، ما لو ليجن جامد حد كورتيزون عشان الاستركشر اقل الاستركشر، انما لو لقيت ليجن سطحي ومفيش مشكله انا مش حد كورتيزون، ممكن ادي بروفيلاكتيك انتبيوتيك وخلاص، لكن مش حد كورتيزون فاهمين ولا لا؟ يلا احكي لي، البنت شربت بطاس عشان عادي ونادولة ايه؟ لقيتيها بتتكلم، شوف بقها، شوف بقها، خد من عبد الله واتكل على الله.
وسكنها كتير بتصحى بألمين، ألمين على وشها، بتصحى وبتبقى زي الفل، وتاخد فلوس الكاش وتقول لهم إن أنت على التاون، ممكن تطلب أي فلوس أنت عايزها، لأن دي شبه القطاس وأنت على التاون طوالي. نوديها المستشفى؟ لا مفيش، أنا عملت كل اللي لازم. بس لازم نشوف موضوع علي ده، نحاول نقرب ده في الموضوع. أبدا مش فاهم يا أولاد، واحدة عايزة تتجوز علي، وأنت أب تبقى أكبر منها وشاف إن علي بطل يقول ده هيبقى قدامها، يا عم اتجوزها. وبعدين بعدها ما تتطلق، هو إيه اللي هيحصل؟ هو علي طبع عليها هو خد. ما تتطلق، إيه المشكلة؟ يعني الناس برضه أولاد حاجة غريبة جدا. يقول لك اصلا مش عايز تأذيها، اصلا انا ابوها ما تأذيها، وانا اللي عايز، هي غبية. برافو عليك، هي غبية، خلاص تلبس، هي غبية ما تلبس. يعني هو اولاد لازم الناس كلها تبقى ذكية؟ لا، لولا ان ربنا خلق الامير والغفير كان مين يركب حمير؟ ما كانش في حد هيركب، كله بقى هيركب عربيات، ما لازم حد يركب قمار. الناس برضو غريبة بتدخل عكس ال كده، لقيت حمار تركب على طول، هتحاول تقنعه انه انسان. افرض انت مشيت حمار عملت له، انت انسان، انت انسان، هو حمار فعلا. نرجع للحلقة، بس فهمت سكيتز كده صغيرة قليلة، انت تتناقش مع عيالك وتحط فهم ما فهمش، هو حمار ربنا وقف في العلم قدرتي. هو ده زمني، لما عايز يبقى حمار كده بيبقى مرتاح، مش حاجة، مش حاجة. هو لما واحدة تبقى شاربة بطاس كده، انت هتعمل A B C، وبعد 24 ساعة تعمل منظار. لو الليجن سطحي هيبقى انتبيوتك بس، لو الليجن غويط هيبقى انتبيوتك وكورتيزون. ده فضا حصل استريكتشر فعلا، بنعمل له دايلاتيشن فاكرين؟ بوجيب. بوجيب جدع يا اسطى، عارفين بوجيب بتاع العربيه؟ واسمه بوجي، بنحط له بوجي وبعدين اربع سلم. بس حلو حلو شغال صح، بنعمل منظار ونوسعه. خدوا فين؟ تعملوا كلهم باي باص، كلهم باي باص والريبليسمنت. انا بصراحه بص الريبليسمنت ده موضوع سهل قوي، وانتوا تعرضتوا له كتير الحقيقه، بس انتوا عرفتوا حاجات كتير قوي عن بص الريبليسمنت. بس انا بتكلم في حاجه ثانيه، لو شفت العيان هتعمل ايه؟ مش عايز حد لما اشوف عيان شارب بطاطس بقول له استنى ما افتكر شكل الورقه، افتكر شكل الورقه معاك الحمد لله. هو من هو هيموت ما يجريش حاجه، هو اللي شرب بطاطس مش انا، هو اللي غلطان. بس خلي بالك ان ربنا بيسبب الاسباب، في اللحظه دي بتبقى انت السبب. ربك بيسلط ابدان على ابدان، انت البدن ده. الله يكرمك يا ولاد، لما تلاقي حد شرب بطاطس وبيشخر ده اسمه انفيرت ايرور. لما تلاقي حد عامل حادثه وبيشخر هو مش مرتاح يا ولاد، حرام عليك. مين قال ده؟ ما فيش هوا داخل اهو. واضحه لا ده لا. طيب بعد كده اسوفيجال ايه؟ فورم بودي؟ فورم بودي ده موضوع لذيذ. هو مين اللي بيبلع فورم بودي؟ العيال بتبلع ايه؟ لعبة. لا جنيهات في المنوفية. العيال المنوفي يطلع على الجنيهات يقول لك برضه خليها لعوزة. لكن العيال عادة بتبلع حصان لعبة، حمار لعبة، حمار بلاستيك، حصان يعني كده يعني. فاهمني؟ ف البنات بتبلع ايه؟ دبابيس، الطرح. والمساجين بيبلعوا ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليك، معلومات كبيره اهو. فاهمين يا ولاد؟
يعني الناس بتبلع فيهم بوديز ما بين لعبه بقى ولو طفل. عارفين البطارات الصغيره بتاعت الليزر ساعات بتتبلع. دبابيس حصان لعبه حمار لعبه صار الجاي. طب هو الفورم بودي ده مشكلته ايه؟ انه ميكانيكال اوبستراكشن فاهمين على قد؟ في مشكله ثانيه؟ طب انا لو جات لي امي بتقول لي الواد ده فطر حلو قوي ودلوقتي مش عارفه اغديه بيقع على طول وبيريق فانت يعني هيبقى ايه اللي سدد له الاصابه الجسديه؟ اكيد فورم بودي. هتعمل ايه؟ اكس راي جدع. لقيت فورم بودي هتعمل ايه؟ قالت لي اشوفه في التراكيه ولا في الاصابه؟ اه في التراكيه هيبقى عنده سترايد هيبقى عنده صفحه ثانيه. اشوفه فوق الكلابيكل ولا تحت الكلابيكل؟ ما تخلص يلا اعمل منظار واشيله خلاص. اعمل منظار واشيله. لو فوق الكلابيكل هتعمل ايه؟ ولو تحت الكلابيكل لا بنعمل منظار واشيله. هو طبعا ممكن يمشي بالبريستاليسيز وينزل مع الكبكاب بس لو حصان او حمار لعب بيبقى ليه رجلين فممكن يرفض الحصان ده بالقطر ماشي ماشي انما لو جني دي العوزه تمام اتينا باب الصور خلاص بقى قالوا نمشي يا ولاد يقول لي لا لا انتوا ولاد بتعاملوني وحش قوي حاسس ان انا علع كل شويه حد يقول لي امشي 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 يا ولاد انا مش عايز اقعد معاكم انا قاعد معاكم غصب عني Thank you.